في أول تقرير لها في عهد بايدن، أصدرت الاستخبارات الأمريكية تقريرها السنوي، أخذت فيها إيران الحيز الأكبر من مساحته على أنها التهديد الأول لواشنطن. أولى التهديدات التي حذر منها التقرير أن إيران تمتلك مخزونا مخيفا من اليورانيوم منخفض التخصيب تضاعف 14 مرة عما حدده اتفاق 2015، وأن إيران تركز جهودها على تعزيز قدرات وكلائها لتهديد حلفاء واشنطن، على رأسها دعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين لتسهيل الهجمات على السعودية. كما أن طهران مسؤولة عن الهجمات التي تشنها ميليشياتها ضد مصالح واشنطن في العراق وسوريا، وتدعم ميليشيات الحشد في العراق وحزب الله في لبنان بكل الوسائل حفاظا على نفوذها العسكري والسياسي. التقرير الأمريكي تحدث أيضا عن أن النظام الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني يعيش توترا على صعيدين، داخليا بسبب العقوبات وخارجيا بتدهور تحالفاته الإقليمية. تقرير استخباراتي آخر حذر من خطر إيران صدر عن الاستخبارات السويدية التي أكدت أن إيران سعت من أجل الحصول على التكنولوجيا السويدية لتطوير برنامجها الصاروخي وأسلحتها النووية، وذلك عبر ممارسات طهران لأنشطة تجسسية على الصناعات والبرامج التقنية السويدية ورصدها استثمارات ضخمة استهدفت المنتجات السويدية التي يمكن الاستعانة بها في برامج أسلحة الدمار الشامل.